تحت وطأة ضربات التهويد والاستيطان ترزح البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، ويتشبث الفلسطيني هنا بآخر حجر يحدث أخبار السلف وتاريخ المدينة. هنا محل هجرها أصحابها وأخرى أخليت عنوة بفعل الحصار العسكري الإسرائيلي، مبان تاريخية آيلة للسقوط يمنع ترميمها، وأخرى استوطنها من ادعى تاريخا له فيها. واقع دفع الفلسطينيين إلى إدراج هذه الأماكن على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو كأماكن تاريخية فلسطينية يداهمها الخطر. تم إغلاق ما يقارب 1800 محل تجاري، تم تهجير المئات من الأسر داخل البلدة القديمة. وإن فرضت إسرائيل بحكم القوة أن لا حق للفلسطينيين في المسجد الإبراهيمي واستولت على ثلثي مساحته قبل 23 عاما، تبقى مآذنه تشهد بغير ذلك. بنواجه صعوبات كبيرة في موضوع ترميم الحرم، إعاقات، إدخال مواد، تفتيش، أدوات، طبعاً أنت بتعرف بلزمنا أدوات ميكانيكية وكهربائية، حتى منتابع الترميم في القسم اللي تم السيطرة عليه من الجانب الإسرائيلي كنوع من إنكار والإقرار بأنه هذا ملكنا. تسجيل البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل على قائمة التراث العالمي سيدفع المؤسسات الدولية كاليونسكو إلى الصفوف الأولى في مواجهة ما تحاول إسرائيل إثباته أن التاريخ يلغي واقع الاحتلال. نحن نحافظ على كل هذه الأماكن ونريد أن نحميها ونريد أن نبعدها عن التضليل السياسي الذي تحاول سلطات الاحتلال أن تغلف كل هذا الصراع إلى صراع ديني، وبالتالي هذه معركة خطيرة ومعركة مهمة لا يقلل أحد من قيمتها ومن أهميتها. في قلب مدينة الخليل زرع 400 مستوطن يحاصرون كل مناحي الحياة لأكثر من 600 ألف فلسطيني. يعلم الفلسطينيون أن منظمة اليونسكو لا تمتلك من الأدوات ما يمكنها من تغيير واقع أنشأته إسرائيل في مدينة الخليل، لكنها تندرج ضمن مواجهة دولية واسعة لمحاولة إسرائيل استنطاق الأرض والمعالم التراثية بهوية ولغة إسرائيلية، وأن ما ينطبق على هذه الأماكن ينطبق على الأرض والإنسان بأنهما تحت الاحتلال الإسرائيلي. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، مدينة الخليل.